وقال قد مراني شو امشي حارسوس وجاء وقت الاصابات لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها واقاربها ان الله غمرها برحمته ففرحوا معها ولما بلغ الطفل يومه الثامن جاءوا ليختنوه وارادوا ان يسموه زكريا باسم ابيه فقالت امه لا بل نسميه يوحنا فقالوا لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الإسم وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى, أن يسمى الطفل فطلب لوحًا وكتب عليه إسمه يوحنًا فتعجبوا كلهم وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله فملأ الخوف جميع الجيران وتحدث الناس بجميع هذه الامور في جبال اليهودية كلها وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا ما عسى ان يكون هذا الطفل لان يد الرب كانت معه والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم وصلنا إلى الأحد الثالث من موسم البشارة. وصلنا بواسطة لوقا إلى نقطة مهمة حتى نفهم الفرق بيسوع، اللي صار بيسوع، الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد. سمعنا بالرسالة مال ماربولس الى اهل افسس يقول هذا السر ما كشفه الله لاحد في العصور الماضيه وكشفه الان في الروح القدس لرسله إذا عندنا معنى كلمه انجيل بشرى ساره راح تقولوا لي شلون يصير بشرة سارة خبر طيب سار مفاجأة عمره ألفين سنة ما عتقت هذه البشرة كيف نقدر نفهم هذا الشيء الخفي اللي يكشفه الروح القدس لنا وكعادته لوقا يستعرض الاسماء والاحداث بطريقته الخاصه شخصيه يوحنا هي نهايه العهد القديم هو ابن العهد القديم صحيح هو نبي كبير اعظم مواليد النساء لكن يسوع راح يقول اصغر واحد بالملكوت اكبر من يوحنا العهد القديم يشبه زكريا واليصابات ام يوحنا وابونه ايش عندنا عندنا شك عندنا تقلبات بالايمان عندنا عناد عندنا عدم سماع ولهذا عندنا عقوبه من الملاك يقول له راح تسكت وسكت تسعه الشور ابو يوحنا راح يصمت ولما ينفتح ثمه راح يسبح الله هذا هو العهد القديم يجب هالمرة أن يسمع اسمع رغم أن كل العهد القديم مبني على هذه الآية من سفر العدد سفر تثنية الاشتراع يقول اسمع يا إسرائيل اسمع هي هاي تختصر العهد القديم اسمع لكن زكريا ما يسمع ولهذا راح يتعاقب حتى يجي يوحنا ويفتح لسان أبونو يتكلم لكن لكي يشرح بس حتى يقول مزامير ولهذا المزامير هي السفر المشترك بين العهد القديم والجديد نحن لازلنا نتلو المزامير قبل شوية قلنا مزامير كل قداس نقول مزمور وهذا التكرار للمزامير صار هو صلاة الكنيسة لأنه هي سفر التمجيد والتسبيح لكن العهد الجديد يتمثل بمريم مريم هي صورة للكنيسة الكنيسة اللي تسمع ليكن لي كقولك الطاعه والسماع والتجدد هاي الجمله المكتوبه خلفي الكنيسه هي قيامه حياه وتجدد هذا هو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد نفس الملاك يبشر زكريا ويبشر مريم والمعجزتين هي الأولى يوحنا هو ابن الشيخوخة ويسوع هو ابن البتولية ابن الشباب الفرق هو هذا بين العهد القديم والجديد كذلك مريم من روح من تروح تزور نسيبتها اليصابات ما تروح حتى تتأكد من المعجزة لا تروح حتى تخدمها في حملة في شيخوختها حتى تكون مثل ابنة ما جئت لأخدم بل جئت لأخدم العهد القديم بالقراءة الأولى شفنا هم كان بشرة سارة زيارة الثلاثة إلى إبراهيم وبشارتهم لسارة بولادة ابن في شيخوختها هي ايضا هذه الزياره كانت كانت تاسيسيه للعهد القديم هي ايضا بشرى ولاده بشرى لا فقط فرح لكنه ضحكه واسحاق يعني الضحكه يضحك فهذه الضحكه هي ضحكه شك عند ساره لكنها راح تتحول الى ضحكه امل وفرح بالنسبه للعهد القديم كله بالحقيقه هل ولادات ولاده اسحاق ولاده يوحنا ولاده يسوع هي كاشفه هي دنع نحن ننطي اهميه خاصه الشرقيين ننطي اهميه لكلمه دنع الكشف اش يكشف هذا الطفل هذولي الاطفال اش يكشفون يكشفون انه احنا خلقنا لكي نمجد الله خلقنا لكي نؤمن وهذا الايمان بغض النظر عن الاطر الاجتماعيه والمذهبيه والدينيه الايمان هو هذا الشيء اللي نكتشفه في اعماق قلبنا ويمكن ينكشف للصغار وما ينكشف للكبار يمكن الناس يتوصلون إلينا ومن هم أطفال وهذا هو السر اللي خبانه الله منذ إنشاء العالم ولازال مخبينه وحتى هسه أكو كثير ناس متدينين أتقياء وكلش زينين لكن ملقوا هذا السر هذه القدحة هذه القدحة اللي تخلي الطياره والسياره والسفينه يمشون هذه القدحه اللي تطلع من اعماق قلب الانسان هذه القدحه يسميها يسوع ايمان وهذه الكلمه بقيت بقيت تساؤل هل يا ترى عندما ياتي ابن الانسان هل سيجد ايمان على الارض؟ نقف نحن ايضا كلتنا لحد يدعي يسال نفسه هل انا عندي ايمان اكو ناس راح يقول لك راسا جواب سريع ايه عندي و و و واتحدى ما هو ما هو انت اللي تجاوب السؤال هو موجه اليك مثل ما توجه للكل خاصه بطرس من يساله هل تحبني قل أنت تعلم الإيمان هو ترجمة للعلاقة للقاء أشنو الله بالنسبة لك إلك منو الله هل هو هالفكرة هل هو هذه العادات والتقاليد هل هو هذا الإطار الاجتماعي اللي ولدنا بينه ويا الممية احنا رضعنا الايمان المسيحي لكنه ما اذا ما يصير ايمان شخصي شخصي يخلينا يخلينا في دهشة دهشة امام السر سر الخلق وسر الخلاص وسر الابوة وسر العلاقة ولهذا انجيل اليوم هو احسن تحضير لنا احتفال بعيد الميلاد هو عيد اللقاء اللقاء مع هذا الساكن بينا هذا اللي يسمونه الله هذا اللي كثير مرات ننسانه ننسانه ما نغذينه باللقاء بالعلاقه ولهذا نحتاج ان يتجي الاعياد حتى شوية يصير لقاء اللقاء ما بس بيناتنا وهدايا وعادات وكليتشا و... اللقاء هو اكتشاف فرد شيء احنا كنا نسيناه وضيعناه مثل زكريا ماكو امل ماكو مستقبل بلاه اكو امل واكو مستقبل العهد القديم كان ينظر للماضي والعهد الجديد ينظر للمستقبل وهذا المستقبل هو رائع بواسطة هالحفنة من الناس اللي عندهم إيمان بالعالم هذول إقلال هيم لكنه هي من اللي يشحنون بطارية إيماننا هي من اللي ينطونا هذا الفرح هذه الضحكة هذا الأمل هذا الرجاء وهذه المحبة أحسن تحضير إذا لعيد الميلاد أن نطلع من القلق من العزلة وندخل في هذا الانتظار اللي أبد ما ينتهي الله يبارك بكم آمين